بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي في مرحلة الامتحانات في المراحل المختلفة، أعرف بأن اهتماماتكم تتعدى الوضع الدراسي، أمر طبيعي لما تعيشون في مجتمعكم ووطنكم، لكن هذه الفترة الحساسة المتعلقة بحصد أحياناً نتائج عمل 12 سنة بالنسبة للتوجيه أو نتائج عمل سنوات أخرى في الجامعة أو في المراحل العلمية المختلفة، يكون الأولوية للتركيز على النجاح بأكبر قدر من التفوق في الامتحانات. لا تشغلوا أنفسكم بأي شيء آخر، جمدوا جميع اهتماماتكم ومشاكلكم أسرية، شخصية، سياسية، اجتماعية، ركزوا في الامتحانات. لن يضيع شيء بعد هذه الفترة الزمنية، ستنتهي الامتحانات وستستطيعون أن تعودون لجميع اهتماماتكم وتعالجونها. أرجو من الأسر الكريمة أن تعمل كل ما في يدها من أجل تهيئة الأجواء للأبناء للحصول على الوقت المناسب للمذاكرة، الراحة النفسية للمذاكرة، قدموا لهم كل ما تستطيعون. المؤسسات أيضا الأهلية والاجتماعية بقدر استطاعتها أن توفر مكان، مدرسين مساعدين، مراجعات ليلة الامتحان، غيرها من الأمور التي يمكن أن تقدمها المؤسسات من مأتم، مركز اجتماعي، صندوق خيري، غيرها من الأنشطة التي يمكن أن تساعد أبنائنا في التحصيل العلمي وفي النجاح في الامتحانات. أدعوهم إلى التفاعل مع أبنائنا وبناتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم يا أبنائي جميع تلاميذ البحرين الموفقية والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.